عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل فكرة جديدة لفانوس رمضان. كل اللي هنحتاجه من الادوات هو بايب من ده وهنحتاج مقص. طب الفيس من دوت, وبعد كده هنحتاج كمان معنا هناخد بقى الورقة هنطبعها وممكن كمان نغرفها بحيث انها تبقى مقوية نقدر, وممكن نحتاج كمان خرامة عشان هنخرم بيها من فوق هنا عند الفانوس. هبتدي ان انا افرغ دلوقتي معاكم الفانوس اهو زي ما انتوا شايفين كده, بخطوة بسيطة جدا جدا هقدر ان انا اخلصه وهرجع لكم تاني بقى ان شاء الله عشان ايه مطولش عليكم. زي ما انتوا شايفين كده بنستخدم المقص بحرص طبعا. بس خلاص انا كده خلصت الفانوس بتاعي زي اديكم شايفين, ادي شكل الفانوس. طبعا انا الخرامة هخرم بيها خرم من هنا, خرم واحد بس كده, بحاول اظبط ان اجيبه في النص. طبعا الفانوس بتاعنا جميل جدا, مكتوب عليه عبارة كده رمضان مبارك, وعليه كمان دعاء اكثر ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طبعا البايب ده انا مقطعه كده, هو كده كان بواقي كده, فاحنا هندخلها ونستخدمها. هنلفها بطريقة سهلة جدا خالص, ده هيبقى شكله. شايفين المكان الفاضي ده بقى اللي تحت, هنكتب عليه اسمنا. هنجيب لو عندنا فوم اللي هو السادة ده خالص, في منه نوع ممكن اللي هو ممكن ألزقه على طول, لكن ده انا هستخدم المقص. هقص شريحة كده على قد المكان اللي انتوا شفتوه ده, ومن خلال بقى الشريحة دي هحط عليها واختار الاصفر عشان يظهر اكتر, احطها في الجزء ده كده, وهكتب عليه كمان الاسم من هنا, اسمي او اسمك, كل واحد فينا يكتب اسمه بقى عليه. طبعا هاخد الدبل فيس بدل ما استخدم شمع او كده, فهاخد قطعة كده صغيرة وهلزقها على الفوم, جزء الفوم اللي انا قصيته طلع طويل شوية, فانا هظبطه على المقاس بالظبط كده بحيث ان هو يبقى ايه متساوي مع القطعة او الجزء اللي انا قصيته. يعني شوية فن كده بقى, هاخد بقى كده الجزء ده وهلزقه بمنتهى سهولة, وهشيل كده الطبقة التانية بحيث ان هو يمسك معايا ويبقى مقوى يعني. بسم الله, ايوه كده تمام قوي, حطيتها. وباي قلم بحب تكتب بيه, وهنكتب بقى ايه اسمي, انا هكتب اسمي بسرعه, سعديه سليمان, بس كده. ايه رايكم بقى؟ يبقى ده الدعاء اللي انا هقوله كل يوم علشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يقول في رمضان, دعاء المفضل يعني. وهمسك بقى البايب الملون ده, هبتدي اعمل لهم تداخل كده وهقفلهم كده, تقفل بمنتهى السهوله, هعمل زي سلسله كده بحيث ان انا عايزه امسكه وعايزه اعلقه على المكتب بتاعي زي ما انا وريتكم كده الصوره في بدايه الفيديو اهو. بس كده, ايه رايكم بقى؟ او سهل خالص خالص, فكره بسيطه لاي فانوس هيعجبك صورته على الصفحات على الفيس او كده, تقدر انت تنزل الصورة وان انت تطبعها وتعملها بالشكل اللطيف ده وتكتب عليها الجملة. الحقيقة الفلوس ده ما كانش مكتوب عليه, بس انا حبيت ان انا اكتب عليه الدعاء ده عشان اذكر نفسي وذكروا نفسكم بيه كمان. وكل سنة وانتم طيبين يا حلوين. تعالوا شوفوا بقى اصحابي الصغيرين وما بيعملوا النشاط. ده الفانوس بتاعي اهو, ده كان نموذج كده ليه, وهتشوفوا بقى دلوقتي كل اصحابي كانوا فرحانين جدا جدا بالفوانيس. عايزاكم كلكم تعملوا افكار جميله لرمضان, تزينوا بيتكم وتزينوا اوضات فصولكم وكل حاجه انتوا بتحبوها. شايفين الحلوين بقى؟ كل سنه وانتم طيبين, وما تنسوش الدعاء دايما نقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنك.